البعض يرى هذا القرار ان له ايضا باب اخر، يعني ممكن نقول بعد الحصول على موافقه من الوزير المختص وفي حاله الضروره القصوى، اذا هذا يتيح بشكل او باخر ايضا الاستيراد يعني. ما طبعا يعني انت مش هتقدر تقفل يعني الاستيراد على بعض الصناعات او على بعض المواد الخام او بعض السلع الوسيطه اللي هي قد تكون مهمه جدا بالنسبه للتصنيع الجيد. يعني انت ما تيجي لو عايز تعمل مثلا صناعات ملابس مثلا، يعني صناعات ملابس بمستوى جيد وليس لديك الاقمشه المناسبه، فمن حقك انك انت تستورد بعض الاقمشه المناسبه عشان تقدر تطلع منتجات منتج نهائي من الملابس القابله للتصدير. أيوة. يعني طبعا ده على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر. طبعا انا اقصد انه احيانا لا يكون الانتاج المحلي يعني بالجوده الكافيه او لا يوجد بديل مناسب، فبالتالي يعني المساله يجب ان يكون فيها مرونه قدر من المرونه. وانا اعتقد ان الوزير ايا كان الوزير في موقعه سيكون حريص جدا على انه يحقق التوازن بين مصلحه مصر كاقتصاد قومي وبين مصلحه. طيب يعني اذا انت مع هذا القرار. معنا ايضا في الاستوديو الاستاذ احمد شيحه وهو رئيس شعبه المستوردين بغرفه تجاره القاهره وله راي مغاير عن راي حضرتك، اتفضل يا استاذ احمد. هو طبعا كلام استاذنا الفاضل في يعني جزء بيؤيد كلامي وفي جزء مخالف. لما بيقول ان المصانع بتستورد القماش الجيد عشان خاطر تنتج مصنع، ده الكلام اللي انا قلته في الاول ان الصناعه المصريه استحاله تستغنى عن الاستيراد. وعايز اقول كمان ان مستلزمات الانتاج والمواد الخام للمصانع عشان تصنع صناعه مصريه بتمثل من 60 ل 70% من حجم الاستيراد العام. يعني الاستيراد العام، الاستيراد اللي هو السلع تمت الصنع دي ما بتمثلش الا بعض القطاعات الهندسيه وبعض يعني الملابس الجاهزه 80% بيصنع في مصر. وانا هدي بس مثل بسيط ان يعني الفجوه الكبيره قوي ما بين ان احنا بنقول سيبوا الاستيراد عشان المستهلك المصري هو اللي بيتحمل عبء الاحتكار اللي موجود. لما نيجي نتكلم على موضوع الاسمنت اتكلمنا عليه قبل كده، بيتباع ب 800 جنيه، المستورد بيوصل المينا بعد نولونه وبعد ضريبه المبيعات والكلام ب 550 جنيه، يعني في فرق 250 جنيه. انا عشان خاطر واحد محتكر او مجموعه محتكرين وبعدين ليهم قصه كمان 90% منهم كلهم اجانب شركات اجنبيه، هم اللي عاملين ازمه في الدولار، يعني مكاسبهم اللي بتوصل 200 و250% بياخدوا ارباحهم ويحولوها بره بالعمله الصعبه، دي نقطه عشان بس كله طيب. بيحمل على الاستيراد. يا استاذ سالم دي نقطه برضو مهمه جدا، يعني اذا كان هناك من يحتكر اي سلعه في مصر وايضا ممكن يطلع مش مصري، فده بيؤدي الى مشكله انه بنمنع الاستيراد لصالح مجموعات احتكاريه. طبعا انا مع الاستاذ احمد شيحه في النقطه دي، احنا ما بنتكلمش على هذه النوعيه من الواردات، احنا بنتكلم على مثلا اذا كان هناك يتم مثلا استيراد بعض السيارات من الخارج بينما يوجد بديل محلي، اذا كان يتم استيراد بعض الاساس او خلافه من الخارج من الصين او ماليزيا او باكستان بينما يوجد بديل محلي، نحن نتحدث عن الاشياء اللي ليها بديل محلي يعني على مستوى جيد من التصنيع او بسعر مقبول، لكن الفكره ليست الحمايه المطلقه للمنتجات المصريه، الفكره هي نوع من انواع الحمايه الجزئيه لمنتج يمكن ان ينمو، لانه احيانا تكون المنافسه التي تاتي من الخارج ليست في صالح الاقتصاد. احنا عندنا مثلا صانع يا دوب بيبدا التصنيع يحتاج الى نوع من الحضانه او نوع من الحمايه الوقتيه حتى تصبح الصناعه جيده ويصبح هناك اقبال عليها من السوق المحلي. المستورد دائما او في اغلب الاحيان بيكون ارخص لانه بيخضع للانتاج الكبير او الماس برودكشن. نحن لا نغلق باب الاستيراد، هذا شيء لا يعني مستحيل ان تغلق باب الاستيراد. طيب. لا توجد دوله في العالم تستطيع ان تستغني عن واردات من العالم، ولكن اذا كان هناك بديل محلي مناسب انا اعتقد ان من الوطنيه ان احنا نوفر النقد الاجنبي بعد ما وصل الدولار للتجاره 7.5 جنيه. طيب ونشجع التصنيع المحلي. طيب. وخصوصا ان في 4 مليون بني ادم عاطل في مصر محتاجين تشغيل. تمام. نحن يعني لا نوقف الاستيراد. تمام. ولكن اذا كان هناك بديل موضوع الاسمنت مختلف تماما. طيب. نموذج. طيب. نشكرك استاذ سالم وهبه رئيس تحرير الاهرام الاقتصاد. دكتور هلال، يعني هذا القرار خاص بالقطاع العام والجهات الحكومية والقطاع الخاص لن يتأثر تماما بهذا القرار، واحنا عارفين طبعا القطاع الخاص الايام دي بقى ده هو يعني تقريبا بيقود القطرة في مصر مش القطاع العام، اذا هذا القرار هو على يعني البعض يعتبره على جزء بسيط جدا، يعني القطاع الخاص مش فيه يعني. الى حد ما طبعا، الى حد ما انا حد ما طبعا القطاع الخاص بيشكل الجزء الاكبر اكثر من 60% اعتقد من حجم استيراد السوق المصري للقطاع الخاص. ولكن يعني كنت بتناقش مع
السيد احمد شيحه، وهو بيقول ان حجم استيراد او حجم مشتريات القطاع العام من الاجزاء المستورده بتصل الى لا حجم مشترياتها محطات الكهرباء ومحطات لا في المدينه بتوصل ل 360 مليار جنيه سنويا. فاحنا هنا الاستيراد يعني كما اتفقنا هي على السلع التي لها شبيه محلي، يعني انا هنا هحط مثلا كانت احدى الصناعات الجيده اللي كلنا بنسندها صناعه العصائر، صناعه الزبادي. تخيل كان بيجي لنا عصائر وزبادي من تركيا مثلا، هل هذا مقبول؟ هتكلم على ملف مهم جدا، ودي حاجه احنا عصرناها. جايز انا بشتغل في مجال وقطاع هام جدا هو قطاع كفاءه الطاقه وترشيد الطاقه، اللمبات الموفره. اللمبات الموفره كان يوجد في مصر سنه 2000 لحد 2006 2007 2008 11 مصنع وطني انتاجهم يتفوق تماما على الانتاج الصيني. تم اغلاق هذه المصانع بسبب الممارسات السيئه للاستيراد السيء بدون مواصفات وبدون معايير وبدون يعني فتح الباب. وشفنا النهارده ان الاثر العكسي، الاثر السلبي، الاستيراد السيء المفتوح على مصرعيه بدون ضوابط وبدون سقوف ادى الى اساءه سمعه اللمبات الموفره في السوق. حضرتك بتقول بجيب اللمبه الصيني احطها بتتحرق في ايدي، في حين ان اللمبات المصريه لما وزاره الكهرباء تعاقدت مع المصنعين الوطنيين في بدايه يعني ظهور اللمبات الموفره في 2009 في السوق بكثره، كانت هناك اللمبات دي اشتغلت بضمان 36 شهر وفضلت شغاله وما كانش في اي شكوى منها. اكثر من 11 مصنع وطني باستثمارات كبيره قفلت تماما وصفت اعمالها لانها ما قدرتش تقف قدام الـ يعني الاستيراد المفتوح. هذه الهجمه الاستيراديه الاكثر بقى. طيب. يعني انا عندي مصنع في الصين، لما بصدر انا باخد حوافز التصدير عاليه جدا، باخد 17% لما بصدر لاي حته. فلوسي بتجيلي immediately في خلال شهر الدروباك بتاعي. في مصر هنا احنا ما عندناش الحوافز دي. الصانع المصري يعاني والضرب تحت الحزام هنا. بس في هيئة تنمية الصادرات يا محمد بيه، هيئة تنمية الصادرات يعني في اسماء كتير قوي يا فندم، احنا بنتكلم على ما يحدث على الطبيعه. يعني حتى برامج دعم الصادرات المصريه ده حتى وحل كم قضيه بسبب استغلال الهيئه دي في برامج. حضرتك بتتكلم حصول على اموال غير مستحقه، انت تتحدث عن برامج دعم الصادرات المصريه. ايوه. تخيل حضرتك لو حضرتك بتصدر حاجه بتسترد 5% او 7% بس، في حين ان انت بتدفع جمارك وبتدفع العديد من الرسوم التي لا تسترد، هي اصلا رد جزء من الاعباء الذي تحمله الصانع وليست حوافز. تاخدها امتى بقى؟ في بعد سنه تكون قد فقدت كل الاثر الخاص بها، وفي بعد سنه ونص يعني حسب التساهيل. حسب التساهيل. يا دكتور محمد، هل توجد دول في العالم الان بتمنع الاستيراد بحجه وجود مثيل محلي ولا ده هو 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 مش موجود؟ هو هو احنا بنسميها النون تعرف باريرز. كثيره جدا. يعني العوائق او المعوقات او العوائق الغير جمركيه بخلاف فرض تعريفه جمركيه او سقوف عليه تعريفه جمركيه. في العديد، في مواصفات مانعه. هناخد مثلا الاتحاد الاوروبي. عندما استشعر الخطوره على مصادر الطاقه الاوروبيه اصدر قرار في يعني ابريل 2009 حط مواصفات خاصه جدا لكفاءه المعدات الخاصه باستهلاك الطاقه، اللمبات الموفره على الخصوص ولمبات ال LED والعديد من المعدات والاجهزه الكهربائيه. قال لك لو لم تتوفر في هذه المعدات مواصفات ذات كفاءه استهلاك محدده لا ما تدخلش السوق الاوروبي. ما حدش يتكلم عنها. ليه؟ ده قانون. يعني وضعوا معايير، حطوا معايير. طبعا له معايير وحط معايير. بس ما منعش. انا مش هدخل غير العربيه. منع، لكن لما حط المعايير أنا تقريبا منع. أنا عايز جوده معينه بمستوى معين. انا مش هسمح غير بدخول العربيات اللي هي تستهلك كذا، او بدخول العربيات اللي هي الهايبرد اللي هي بتشتغل بالغاز وبالكهرباء. بس انا عايز اسال الموضوع اللوند الموفره. اتفضلي. ها كم مصنع هم يعني من الاسماء؟ كان عندنا نيازا واللي هي كانت من فيليبس وبتاع. لا نيازا ما عملتش لمبات موفره. مين اللي بيعمل اسماء لاي شركات او مصانع؟ في مصانع دلوقتي توجد كامل. توجد مصانع وطنيه يا فندم، ولكن اكيد في مصانع وطنيه. واحنا برضو يا استاذ احمد لازم نشجع الصناعه الوطنيه شويه. أيوة. يعني ما نبقاش دايما مع المستوردين ضد المصنعين، ولا رايك ايه؟ بس هم المصنعين يعني هم اساس المستوردين. هم اساس المستوردين. عرفنا والصناعه التجميعيه والمدخلات من بره والى اخره. كل الكلام بيقال تحت بند الوطنيه ومش الوطنيه والكلام ده كله. ما ينفعش اذا كان في ناس محتكره يا استاذ احمد سلع معينه،
ده معناه ان كل المصنعين محتكرين او كل المصنعين سيئين؟ ده بعض 80% من المصنعين بيعانوا من المحتكرين الكبار اللي هم مايمنين عليهم. طيب 80% يعني هل انا مش هذكر اسماء طبعا، هل ينفع ان في شركات معينه كلها جروب موحد او اسم موحد هي اللي بتورد كل ادوات الطاقه والكهرباء في مصر من خلال شركتها؟ طب حضرتك من خلال الشركات اللي من المصنعين تعبانين، هتقولي تعمل لهم ايه؟ يعني ازاي بقى نطلع القوانين في صالحهم؟ ما ينفعش ان يبقى واحد بيحتكر استيراد وتجاره وصناعه وبيع لوحده والباقي مش عارف يشتغل. وفي اسماء يعني كتيره موجوده في السوق وسلع كتيره. طبعا ما هو ده احتكار سيادتك، ده احتكار. انا انت عارف صدرت قرارات، وبعدين معلش يعني اتكلم على ثوره 25 يناير وبسبب الفساد الاحزاب السياسيه والديمقراطيه، انا بقول الثوره دي سببها واساسها هو الممارسات الاحتكاريه والراسماليه اللي ظهرت 3-4% في مجموعه التفت احتكروا البلد كلها، سواء الماليه ولا الصناعيه ولا التجاريه، والباقي قاعد يتفرج عليه. وبنقول لو استمر هذا المسلسل البلد مش هتهدى، وهتفضل البلد في حاله من الغليان. لان ما ينفعش 5% بيديروا البلد اقتصاديا وكل ارباح البلد بتروح ليهم والباقي قاعد بيتفرج عليه. حتى المصنعين الصغيرين بيعانوا. انا في دايره، انا في منطقه شعبيه وعندي الورش اللي موجوده في منطقه الضرب الاحمر. مش عايز اقول لك كم الورش اللي قفلت بسبب بعض الناس اللي مسيطرين على سلعه معينه اللي هي الجلود وتجاره الجلود والكلام ده كله. وبعدين هدي لك حاجه كمان حضرتك، عشان خاطر ما فيش يعني عداله في انك انت بتدي فرصه لمصنع كبير ولا فرصه لصنع صغير. في حاجه اسمها القائمه البيضاء اللي بتصدر لبعض الكبار اللي بيستثنوهم من القرارات المانعه للاستيراد ومن الاوراق المطلوبه في الاستيراد، مسمينها القائمه البيضاء. القائمه البيضاء دي يعني النهارده يقول لك انت في فرض رسوم اغراق على سلع معينه جايه من الصين. وما تجيبش من البلد الفلانيه، ولازم تجيب شهاده سي اي كيو اللي هي بيسموها شهاده الجوده. اخينا الثاني ده اللي في القائمه البيضاء مفيش لا مطلوب منه الاوراق دي ولا بيتم فحص المنتج بتاعه، بيدخل من المينا على مصنعه وبيبدا يشتغل تحت المسمى اللي بنقول ده. طب فين العداله بقى عشان خاطر نقول احماد الصناعه المصريه؟ والنقطه الرئيسيه، كل المستوردين الشرفاء اللي بيشتغلوا على قوانين ثابته ما بيدخلوش سلعه رديئه ولا سيئه السمعه. ليه؟ لانها بتمر عبر اداره اسمها اداره الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. القصه الثانيه بقى احنا بنتكلم في التهريب الرسمي اللي بتحميه الحكومه، والتهريب اللي هو بتعمله العصابات عبر الممرات والنقل البري وبتاع ده. حصلت اتفاقيه من المجموعه الاستثماريه اللي كانت قبل الثوره او المجموعه الاقتصاديه، عملوا اتفاقيه تجاره بيننا وما بين تركيا بتتيح لهم كل حاجه. يعني عبر المرور عبر الاراضي المصريه بيجيبوا الحاويات بتاعتهم او بيجيبوا النائلات بتاعتهم بينزلوها اسكندريه، وبيستغلوا اتفاقيه الكوميسا واتفاقيه التجاره العربيه البينيه لنقل بضايعهم عشان السكك والكلام ده كله. ده تهريب، بيحصل فيه تهريب. النقطه اللي اخطر من كده واللي احنا بنقول ده بقى عشان الامن القومي المصري، ما ينفعش حضرتك ان مجموعه معينه تاخد سلعه معينه هديك مثل وحيد حضرتك، كم بنك في مصر اجنبي؟ ما دي تعتبر تجاره وصناعه، كم بنك اجنبي؟ عندنا 40 بنك، في 38 او 37 بنك اجنبي. يقول لك الدولار، طب ما انتوا اللي بتاخدوا الارباح اللي كسبانينها مشتريين البنوك بملاليم، وبتكسبوا كل سنه قد اللي تم اشتريتوه. طيب احنا معانا على الهاتف الدكتور عبد النبي.